مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في لقاء جديد ومن القاهره ومجموعه من المتابعات لابرز احداث مصر على مدار يوم كامل، بالاضافه الى الحوارات التحليليه اللي برضو على اهم الاحداث المطروحه بقوه سواء على الساحه المصريه او الساحه الاقليميه او العالميه. هنبتدي بمتابعه لاهم الاخبار الخاصه باليوم. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية، وده على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وده بهدف دعم شباب المستثمرين في مجالات الصناعات المتوسطة وكمان الصغيرة، وكمان توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي. النهاردة كان في اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وجه كمان الرئيس السيسي بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر، وده بهدف تطوير آليات واكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات كتيرة زي الزراعة والصناعة الحرفية والإنتاجية المتميزة اللي بتشتهر بها أو بيشتهروا بها أبناء الصعيد، وصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات وكمان دعم تسويقها محليا وخارجيا، على أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح البرنامج الترويجي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد أشرف الداوودي محافظ قنا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا. وقد وجه السيد الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد، موجها سيادته بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا، وعلى أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا. وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه. وفي هذا السياق عرض السيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروع بالمحافظتين. كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة. وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي. كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية وفق احتياجاتها، وذلك بهدف إمداد الدول الإفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا. كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية لعام 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلا عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية خاصة قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر تقرير شمل عدة إنفوغرافات، يعني كذا إنفوغراف بيسلطوا من خلاله الضوء على عدد من أهم الإنجازات اللي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا. التقرير استعرض عدد من المؤشرات الاقتصادية اللي أظهرت أن قيمة الطلبات الشراء اللي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليارات دولار بلغ 22 مليار دولار في مايو 2020، وده بيعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري. برضو كما هو مبين تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020، وده بنسبة 15.4% اللي وصل، أو الرقم الفعلي أو النسبة دي ترجمت إلى 1672 شركة ومنشأة، وده مقارنة ب 1449 شركة ومنشأة خلال نفس الشهر من العام الماضي اللي هو 2019. التقرير كمان أظهر تراجع العجز الكلي ل 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وده وفقا لبيان ختامي مبدئي عام 2019-2020، وده برضو مقارنة ب 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018-2019، ده إلى جانب تحقيق فائض أولي وصل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وده وفقا لبيان ختامي مبدئي عام 2019-2020، بالإضافة لتراجع دين أجهزة الموازنة ل 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيان ختامي برضو مبدئي عام 2019-2020، وده مقارنة ب 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على عام 2018-2019. يعني شايفين مؤشرات اقتصادية غاية في الإيجابية بالمقارنة لنفس الشهور السنوات السابقة. في نفس السياق التقرير كشف عن جانب من الإنجازات اللي حققتها هيئة قناة السويس خلال الفترة الأخيرة. اتقال فيه انه حصل ارتفاع لحركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7% لتصل الى 9545 سفينة خلال النصف الاول من عام 2020، وده مقارنة برضو دايما بيبقى فيه مقارنات بالاعوام السابقة 9114 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2019. وصلت ايرادات القناة ل 5.7 مليار دولار عام 2019-2020 فضلا عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية
العالمية بشكل عام. قناة السويس شهدت أرقام قياسية بعد عبور السفينة أكبر سفينة حاويات في العالم بسعة 23,964 حاوية، وده في 25 مايو 2020. بتتواصل فعاليات معرض أهلا مدارس المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اللي افتتح بالأمس وبيستمر حتى 27 من الشهر الجاري بتخفيضات كبيرة بتتراوح ما بين 20-50% بمشاركة 317 شركة بتنظموا غرفة القاهرة التجارية. المعرض بيأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة اللي بتستهدف افتتاح أكبر عدد من المعارض المخفضة، وده طبعا لتخفيف العبء عن الأسر المصرية البسيطة ومساندتها مع اقتراب دخول موسم المدارس، خاصة أنه بعض الفئات من أولياء الأمور اتأثروا سلبا طبعا نظرا للظروف الاقتصادية اللي اتغيرت والمرتبطة بأزمة كورونا. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل جولتنا. استعدادا للعام الدراسي الجديد وبرعاية مجلس الوزراء، شهد اليوم الثاني لمعرض أهل المدارس بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر إقبالا كبيرا من المواطنين على صالات المعرض الأربعة. المعرض هنا بيفتح من 11 للجمهور لغاية الساعة 9 بالليل، احنا بالنادي وبنناشد الوزير إنه يخلي المعرض يفتح لغاية الساعة 11 بالليل على أساس الإقبال، وفي نفس الوقت المعرض يمتد شويه عشان الناس تكون قبضت. كنت بضطر اروح اماكن كتير عشان كل مكان فيه حاجه شكل، لكن هنا في كل متطلبات في مكان واحد، الشنط، الزمزميات، اللانش بوكس، الادوات الدراسيه بكل انواعها، وفي تخفيضات طبعا كويسه، يعني في من الرخيص خالص لغايه الغالي، وفي تخفيضات كويسه جدا. يتضمن المعرض اربع صالات تعرض كافه المستلزمات المدرسيه للطلاب بالمراحل التعليميه من الزي المدرسي والشنط المدرسيه والسلع الغذائيه واجهزه المحمول والتابلت واشتراكات الانترنت باسعار تنافسيه وجوده عاليه. التنظيم بتاع المعرض كويس وكل حاجه متوفره، ادوات مدرسيه، ادوات منتجات غذائيه، حاجات الموبايلات برضو موجوده، وكمان الاسعار بتاعتها اقل من بره، يعني لاحظنا ان في اسعار اقل من بره. المعرض ممتاز جدا في كل حاجه، يعني احنا بننزل الفجاله وطبعا الدنيا دلوقتي زحمه، هنا الدنيا لا منظمه قوي وكل حاجه موجوده، وفي خصومات حلوه جدا يعني ارخص كمان من الفجاله. معروضات عندنا طبعا معروضات كتيره جدا، وفي تخفيضات حقيقيه من 40-50%، دي حقيقيه 100%. توفير الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم مجانا لزوار المعرض في 19 معرضا في 12 محافظة وإقامة 21 معرضا متنقلا في باقي المحافظات. انطلاقة قوية لمعرض أهل المدارس ومشاركة كبرى الشركات والمنتجين لطرح كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخفيضات لا مثيل لها مقارنة بالأسواق الخارجية. من داخل معرض أهل المدارس بعرض المعارض بمدينة نصر، عبد الحميد صقر، النيل. طيب احنا بندعو كل أولياء الأمور إن هم يستفيدوا من الخصومات الموجودة في معرض أهل المدارس لموسم الدراسي الجديد. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. هنروح لمتابعة تانية. أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف أشادوا بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك على مكونات ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية. فتحي الطحاوي عضو الشعب العامة المستوردين قال إنه قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وإنه يعني القرار ده بيزيد العديد من التيسيرات أو بيقدم العديد من التيسيرات ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، وبيعتبر عامل مشجع لزيادة المكون المصري اللي الأمر اللي بيؤدي في النهاية لتعميق المنتج المحلي وكمان توطين الصناعة المصرية. أضاف كمان إن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وبتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وده أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا القرار وتبعاته وتأثيراته على المكون أو المنتج المحلي. الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي معي هاتفيا. مساء الخير يا دكتور. مساء النوع على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طيب القرار ده ايه تبعاته على الاقتصاد المصري وعلى المكون الوطني في كل الصناعة المصرية؟ الدولة بتتحرك بخطى ثابتة اتجاه توطين الصناعة في مصر، وازاي ان احنا نرفع من نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري.
وده كان محتاج خطوات كتيرة جدا، سواء على مستوى القطاع ذات نفسه أو إزاي إن أنا أحمي الصناعة المحلية وإن أنا أشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم. هنا هو يمكن القانون فلسفته الأساسية أو التعديل الفلسفة الأساسية اللي بيعتمد عليها هو إزاي كل ما بتزيد نسبة التصنيع المحلي كل ما بيقابلها تخفيض أكتر للرسوم الجمركية على المواد المستوردة التي تدخل في عمليات الصناعة، بحيث إن إحنا نشجع أكبر إن يبقى النسبة الأكبر من المنتج دوت تكون مصنعة محلياً، وبالتالي المواد المستورده او مستلزمات الانتاج المستورده بتبتدي ان هي الرسوم الجمركيه عليها تقل، وده يمكن التحرك اللي كان واضح جدا وبيتم حتى التحرك عليه بشكل اكبر. يعني احنا على سبيل المثال لما بنشوف نسبه التصنيع المحلي اللي هي من 10% ل 20% تقريبا بيقبلها خفض قد يصل ل 105%، والنسب دي بترتفع مع زيادة نسبة التصنيع المحل. ازاي ان النسب دي كل ما بتزيد كل ما بيقابلها تخفيض، وده الغرض منه ازاي ان احنا نشجع منتجين اكتر نقلل من التكاليف المرتبطة ببعض مستلزمات الانتاج، نبتدي ان احنا نصل باذن الله ان يبقى الانتاج بنسبة 100% تصنيع محلي. ده تحرك مهم جدا، بجانب كمان الاجزاء المتعلقه بقى بالسيارات بعض السيارات الكهربائيه والمواد اللي بتخش في هذه الصناعه وتوجهات الدوله في التكنولوجيا والتحول الرقمي، دي كلها يمكن بعض البنود اللي كان بيتم التعديل عليها طبقا لرؤيه وخطط الدوله. لكن خلينا نقول ان التعديل كان مهم جدا، عالج مشاكل كانت موجوده مرتبطه ببعض التشوهات الجمركيه اللي كانت واضحه، وبالاخص يمكن في الجزء الخاص بالالواح الزجاجيه كان في يمكن مشاكل كتيره جدا كان بيعاني منها المصنعين والمستوردين في اوقات كتيره. اعتقد ان القضاء على مثل هذه المعوقات اللي كانت بتواجه الصناعه المصريه تواجه بعض المستوردين ده اكيد طريق مهم جدا وخطوات صحيحه جدا اتجاه تحقيق ما هو افضل للاقتصاد. نعم. طب دكتور علي، طبعا اكيد المصنعين هيفهموا اكتر النسب دي معناها ايه، لكن انا امام يعني ارقام ونسب خاصه بالخفض في الرسوم الجمركيه، هل احنا بنتكلم على قطاعات بعينها ولا احنا بنتكلم على كل ما يتعلق بالتصنيع في مصر؟ احنا بنتكلم على السلع المستوردة ومستلزمات الانتاج والسلع النهائية. يعني هو الموضوع الرسوم الجمركية مش مقتصرة فقط على مستلزمات الانتاج، لكن الجمارك هي تخص كافة السلع سواء كانت سلع نهائية او بعض المستلزمات. لكن يمكن الحديث اللي احنا بدأنا بيه واكدنا عليه هو جزء المرتبط بالصناعة، مستلزمات الانتاج او المواد التي تدخل في الانتاج والاستفادة منها. لكن هناك طبعا سلع مكتملة التصنيع ديت شهدت بعض الارتفاعات في الرسوم الجمركية بغرض الحماية للصناعة المصرية وتشجيع المنتج المحلي. هناك منتجات مكتملة الصنع لكن تم تخفيض الرسوم الجمركية ليها طبقا لرؤية وسياسات الدولة المتعلقة بالكمبيوتر وبعض المتعلقات الحاسب الآلي دي كلها، لأن توجه الدولة الآن التحول الرقمي والتحرك بهذا الملف بقوة. كمان المشروعات أو خلينا نقول المدخلات الخاصة بالسيارات الكهربائية وخلافه من الملف دوت اللي الدولة بتتحرك عليه وعمليات التحويل لبعض السيارات للعمل بهذا النوع من الطاقة، ده برضه ابتدى يشوف تخفيض الرسوم الجمركية لمستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التحويل. وبالتالي الدولة ابتدت إن هي تمشي بنوع من أنواع التناغم ما بين القرارات والرؤى اللي هي بتتحرك عليها، ازاي ان احنا دلوقتي توجه الدوله للاستفاده على سبيل المثال من الطاقه الجديده المتجدده، التحرك بطاقه نظيفه كطاقه الكهرباء، ازاي ان انا اوفر كافه العوامل لنجاح هذه الرؤيه ونجاح هذه الخطوات، بجانب الجزء الاصيل المرتبط بقطاع الصناعه.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على هذا الشرح الوافي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وده بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، والذي نفذته كلية الحرب العليا في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2019-2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد كمان من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين ومن الدارسين العسكريين بدورتي الحرب العليا والدفاع الوطني. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، والذي نفذته كلية الحرب العليا في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2019-2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتي الحرب العليا والدفاع الوطني. وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي لدارس الأكاديمية، مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث يأتي في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية في منطقة شرق المتوسط. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة. متابعتنا الأحداث خلصت، جولتنا خلصت، لكن احنا هنتوقف قليلا في أكثر من زاوية للحديث. هنتكلم النهاردة على السياسة التركية وفواتير التهور والأطماع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا مغامراته في المنطقة كيف اتضحت بهذه الصورة على كافة المستويات، إزاي كمان أثرت تلك الأطماع على تركيا، وإزاي خسرت تركيا جميع أصدقائها، ما مصير السياسة الخارجية التركية الحالية ذات المعادلة الصفرية. هنتكلم في هذا الموضوع تفصيليا مع ضيفنا الأستاذ أشرف أبو الهول كاتب صحفي بالأهرام، لكن بعد الفاصل هنتكلم على موضوع اقتصادي مهم جدا، لأنه مصر بتدخل حاليا عصر العملات البلاستيكية. إيه اللي بيعني ده للعملات البلاستيكية دلوقتي؟ إيه الإيجابيات من تداولها في السوق المصرية، وده بالمقارنة للعملة الورقية اللي احنا متعودين عليها؟ إيه العائد من استخدامها كمان اقتصاديا؟ هنتوقف بالتحليل بعد الفاصل مع الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والسياسة جامعة بني سويف.